يا مساء الخير، وليلة تانية من ليالي الكوارنتين في بيوتنا، ما بين المنطق وما بين ترجمة الإعلام الغربي وما بين استخدام اللغة العربية الفصحى واستخدام اللغة المصرية والتساؤل. عايز أبدأ مع حضراتكم النهاردة بأسئلة، بس actually أنا النهاردة كله بلا استثناء عايزة أسأل، مش عايزة أحلل، هسأل وهترجم مع حضراتكم. So هل هناك حاليا دلوقتي بعد ما نشرت حاجات كتيرة امبارح عن الحلقة بتاعت النهاردة، دلوقتي هل هناك ارتباط بين الانتخابات الأمريكية الحالية والوضع الحالي في العالم؟ Alright. هل هناك رابط بين تصريحات وتفكير وقرارات واستشارات و تعاونات بيل جيتس مع الأزمة الحالية؟ هل هناك تعاون بين فيسبوك وبيل جيتس على مستوى العالم للبحث العلمي؟ هل هناك رابط بين حالة ترامب الصحية الذهنية النفسية والأحداث الحالية؟ وما هو دور الإعلام الغربي في توصيل الصورة؟ أنا بسأل حضراتكم كل الكلام ده باللغة العربية الفصحى وبالبلدي كده، بس صلى على النبي كده لما ندخل إيه على مصري، لأن أنا بخاطب دلوقتي عرب، alright، وفي نفس الوقت بخاطب ولاد بلدي، تمام؟ فبفتكر أيام الكلاسز اللي كنت بدرسها من كل أنواع الدكاترة، كانت الدكتورة بتبدأ معانا بأسئلة، بتدينا كده سؤال، اطلعي ابحثي تعالي كي نتناقش. فأنا بسأل حضراتكم مش كدكتورة بقى، أنا بسأل حضراتكم كبنت بلدكم، عشان لو حد عايز يدور ورا الخبر ورا الحدث أديني أبرز العناوين، تمام؟ Again عشان ريكاب الأسئلة، I'm being that serious، الأسئلة دي لو قعدنا نفهم كده سنة واحدة هنحاول نطلع بحاجة نفكر فيها. علاقة ترامب والصحة النفسية والأحداث الحالية وظهور شديد حاليا في الإعلام الأمريكي عن صحة ترامب النفسية. كتب التاريخ الأمريكية وأمراض نفسية حصلت لدكاترة مختلفين، لبريزيدنتس مختلفين زي تشرشل. يقال أن وينستون تشرشل كان عنده أمراض نفسية وذهنية وكان يعاني من الاكتئاب والبايبولر ديس أوردر. لو عملنا بس كلنا نحتاج نعمله ان احنا هنطلع على الأسلحة اللي متوفرة لنا، تمام؟ وما هي الا جوجل وفيسبوك، لان دلوقتي حضراتكم لو خدتوا بالكم هنلاقي في تعاون مختلف من فيسبوك اونر مارك وبيل جيتس، وهنلاقي برضو ان انا كل ده هجيبه لكم دلوقتي، ان كان كونجرس حاول وما زال يحاول انه يستخدم الأسئلة عشان يفهم من 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 فيسبوك من مارك هل في تلاعب في الفيسبوك ولا لا. في اوقات متعدده كل اللي هتعمله حضرتك انك هتطلع على جوجل وهتطلع على اليوتيوب، هتكتب الكونجرس سال مارك على ايه، الكونجرس سال دكتور فوتشي على ايه، بيل جيتس بقاله سنين بيقول ايه وحاليا بيقول ايه، الاعلام الغربي بيتكلم ازاي على ال5G، وإيه الأخبار اللي طلعت من زمان وما كانتش صارخة، ولا الوقت الإعلام الغربي بيطلعها بطريقة صارخة. فأنت أنا كل طلبي منكم أنتوا بس إيه تبحثوا ونفكر مع بعض، تمام؟ فإليكم بقى إيه أبرز العناوين، وكل حاجة اللي لادي هتبقى ترجمة فيها. امبارح أنا سايب الخبر ده عشان أقرأ كده كما هو من CNN. يقول Panama is taking a new, if somewhat unorthodox, measure to combat the spread of the novel coronavirus, separation of sexes. Panama بتتعامل دلوقتي ان هي تحاول تقلل من الفيروس ده من انتشاره، ان هي بتبعد الجنسين عن بعض. وفرت للنساء يوم الاثنين ويوم الاربع ويوم الجمعة تصريح ان هم ينزلوا يشتروا اغراض المنزل فقط. يعني هما بيبعدوا الرجل عن الست في بنما. ولايات تانية لسه مش واخد الأمور بجد، وولايات تانية واخد الأمور بجدية شديدة جدا ونضال شديد، تمام؟ دي عنوان من العناوين أنا احنا مش هنخش فيها بكاز أنا مش عندي وحضراتكم مش عندكم الوقت. أنا اللي حابب حاجة بتلفت انتباهه اطلع اقرأ عنها.
Alright, Trump says he does not know if China underreported coronavirus numbers. I'm not an accountant from China. ودي من CNBC. ترامب يقول إن أنا ما أعرفش لو الصين وضحت الأرقام المصابين بشفافية. أصلا أنا مش محاسب من الصين. البي بي سي أخبار بقى غريبة مختلفة جدا. لو طلعنا بس إيه على بي بي سي نيوز. You know what؟ بلاش دلوقتي بي بي سي عشان يعني مش حلو. السؤال الملح علي أنا واللي أنا بحاول أقول لحضراتكم، أرجوكم اطلعوا شوفوا بيل جيتس وضعه إيه. بيل جيتس طلع في April 3rd 2015 على تيد بيقول بالحرف We are not ready for the next pandemic. بالحرف بيل جيتس قال احنا مش جاهزين للوباء القادم. ده بعد ايه؟ ايبولا. وفي 2015 قال ان احنا لو عرفنا نجهز نفسنا من دلوقتي هنكون مستعدين للوباء القادم. سؤال لحضراتكم، هل بيل جيتس تنبأ؟ هل بيل جيتس بيقعد لمؤاخذة مع واحدة تفتح له الودة؟ هل بيل جيتس عشان هو أغنى رجل في العالم وواصل من العلم والتكنولوجيا والثقافة والقراءة و و و و لتحليلات فيما بعد؟ هل هناك أشكاك أخرى؟ الله أعلم. ظهر تاني بيل جيتس من طبعا بيل جيتس بيظهر في لقاءات متعددة عن ثروته انه بيوهبها للبشرية لان هم حق البشرية ان هم يعني ربنا رزقه بمال فيدي للبشرية وزوجته متفاهمة معاه وحكرنا على كل الكلام ده انا شيرته على الصفحة وحكونا على رحلة راحوها لساوث افريكا وشافوا هم اللي بيقولوا وشافوا درجة يعني درجة تحزن من الفقر أو الجوع فقرروا من بعد زيارتهم لنورث أفريكا لساوث أفريكا إن هم يعني يساهموا بأموالهم في مشاريع خيرية. فبقالنا فترة بقال الإعلام الغربي بقاله فترة بيتناول وجود بيل جيتس على أساس إنه هو الرجل المختلف إنه عالم وإنه عبقري وإنه متواضع جدا في المظهر يعني مش بيلبس الرولكس ومش بينزل مش بيلبس الحتة اللي على الحب ومش بيعمل جراند انترنس مش بيجي من طيارته الهليكوبتر مخصوص. وبيل جيتس نفسه لما كان بيتكلم على لقائه الأول مع ترامب وضح إن ترامب بعد ما قابله هو قال انه ترامب كان عارف معلومات زيادة عن اللزوم عن بنتي فالناس قعدت تضحك وبعدين قال ترامب رف ورجع وقال وقام نزل بالطيارة عشان يعمل جراند انترنس. فأخلاق يعني انا بس برضو بسأل حضراتكم اخلاق التواضع بتظهر من مين والبساطة واخلاق العنجهية بتظهر من مين تمام عشان نفكر. alright في مقطع تاني وهنسمعه مع بعض مدته دقيقة و 22 ثانية بعنوان بيل جيتس You cannot travel without a vaccine certificate. ده نازل من اعتقد فلوجر في امريكا انا برضو شيرته لحضراتكم وهو كل اللي فلوجر عمله حاجة شبه اللي انا بعملها دلوقتي بيقول للناس check this out اسمعوا بيل جيتس بيقول ايه. هو حتى ما عقبش على الكلام ده ولا قال وجهة نظره غير حط موسيقى. طبعا حضراتكم عارفين او انا بقى دي اقدر انا اقولها انه كل حاجة بنطلعها على الكاميرا ليها اسباب تمام. يعني انا لما بتكلم مع حضراتكم دلوقتي بطريقة عفوية ولايف على الملأ وعلى الطبيعي وبستخدم وحريصة على استخدام اللغة العربية مش المصرية وما الله اعلم هي بتيجي ازاي إيه والله العظيم دي تانية انت عرفت تتكلمي اللغة العربية ازاي يعني ما عرفش احلف لك بايه. انا لما بفتح القرآن الكريم بلاقي نفسي ايه بحاول تمام وساعات بعيط عشان انا يعني معصلجة قوي اللغة معايا وفي كلمات باللغة العربية مهمة جدا احاول افهمها لانه يعني اللغة سلاح قوي جدا تمام. نسمع بيل جيتس قال ايه عن السيرتيفيكت بتاعت الفاكسين عنا بطاقة نشيلها معانا ان احنا اتفاكسنا ولا لا. What does Bill Gates want? Eventually what we'll have to have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person because you don't want
people moving around the world, where you'll have some countries that won't have it under control. Sadly, you don't want to completely. Sadly. تمام. استخدام الكلمات من يعني من احنا في كلاس كنت باخده اسمه Research Design and Statistics في University of Texas. Long story short, عدته 3 مرات عشان كلمة. استخدام الكلمات مهم جدا جدا. انا ممكن استخدم كلمة بطريقة اتودد لكم, او بطريقة ابدو فيها مغرورة, او بطريقة ابدو فيها حزينة. هي كلمة واحدة, بستخدمها ازاي وبستخدمها فين وفين في الجملة. فدي حاجة برضو ناخد بالنا منها واحنا بنحاول نحلل الواقع, لاني مدركة ادراك مريب على, مع احترامي للعرب, انا العرب على راسي, بس انا يعني ولاد بلدي, يعني I'm being that serious, انه في حاجة في مصر, في حاجة كده في طينة مصر وطينة الناس اللي طالعة من مصر, في كده كمية ناس فيها خير وهتفهم وبتفهم, ويمكن المحروسة محروسة بدعوتهم. فالناس دي انا بحاول اتكلم معاها دلوقتي. So Bill Gates بيقول eventually what we will have to have is a certificate of who's a recovered person and who's a vaccinated person, because you don't want people moving around the world without their certificate. وكان رامي كلمة sadly في النص. Bill Gates كان بيكلم Chris Anderson. بيل جيتس بالبلدي كده بيقول لنا ايه, هنحتاج ان احنا كلنا نمشي ببطاقة, بطاقة تقول لك ايه, مين اللي اتفاكسن, زي كده لما اخذ مين اللي الطاهر, مين اللي اتفاكسن ومين اللي متعافي. طبعا عشان خاطر البطاقة دي تطلع, ما انا اروح لازم اروح اعمل كشف ايه, هيئة نعمل كشف كورونا, يبقى معانا كده ان العالم كله لازم يروح يكشف. واجب معلومة, احنا كلنا لازم نكشف عشان نطمن على نفسنا, عشان ما يبقاش في خليط بين المريض وبين المتعافي وبين المتفاكسن. هو بيقول سادلي الناس تسافر في العالم كده من غير ما يكون حد عارف, طب انت متفاكسن ولا انت متعافي كده لوحدك, ولا انت متعافي حجر صحي, ولا انت ما مسكش يعني الفيروس, ولا انت مين. فلازم نبقى ماشيين ببطاقة ايه يا ولاد, ببطاقة فاكسينيشن, تم فاكسينيتك ولا لا. مع ظهور جدل على مواقع اخرى عن ال 5G, ودي هنسيبها لحضراتكم للبحث. فيديو نصر صدر نوفمبر 28 في 2019 بعنوان The Threat of 5G, خطورة ال 5G. بدأ الفيديو ب بسم الله, أنا هلخصه لكم أكشني, مش هلخصه, أنا هجيب حتة تغنانة عن أكين الإعلام الغربي بيتناول الأحداث العالمية والأقوال وتصريحات أقوى رجل على الأرض كما يقولوا على تويت. وبرضو تويت لازم نفهم إن تويت وفيسبوك وإنستغرام ومش عارف إيه من أسرة التواصل الاجتماعي الظاهر من سنين معينة, ولازم ناخد بالنا هو ظهر إمتى وليه واستخدامه بيتم إزاي, وتم بالفعل محاولة لاستجواب مارك من الكونغرس عشان يسأله بالبلدي كده انت بتلعب بالارقام, ومارك قال لك سيدي الكونغرس انا مش فاهم سؤالك, لان الراجل مش عارف يساله. طيب ال- 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 الفيديو ده بدا بايه, يقول لك بتويت ترامب, خلينا نوريه لحضراتكم. اهو تمام, كله منشور على الصفحه عندي عشان ايه مصادر والجو ده, وحقكم وحقي إنه المصادر تبقى شفافة. China is not our friend. الصين مش صاحبتنا. They are not our ally. Ally اللي هو الدول اللي احنا منصالحين معاها. They want to overtake us. And if we don't get smart and tough, soon they will. Again, Trump بالبلدي كده بيقول إن الصين مش صاحبتنا.
هم عايزين ياخدوا يعني يسيطروا علينا، واحنا لو ما بقيناش اذكياء واقوياء هم هيكسبوا. استخدامه للغة الإنجليزية اتوصف من إعلام أمريكا من MSNBC إنه 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 استخدام بسيط جدا الفكر، يعني زيه زي استخدام الطالب اللي في الإعدادي حاجة كده. بعدين بدأ الإعلام ومن فترات طويلة، هقرأ لحضراتكم ده كله على الفيديو بتاع إيه، على الفيديو بتاع 3 5G. ليه بقى يا أولاد؟ لأن إحنا في الدقيقة 5:30 هيجي الراجل يقول لك كلمة مهمة قوي، أن نسمعها مع بعض. أو دقيقة 5 نسمعها بقى كده. In a 5G world you cannot opt out. Who owns the data? This بيتكلم على العالم في 4G، هو حاليا كلنا عايشين بيه، معلوماتنا ممكن إلى حد ما نسيطر عليها، إن ما حدش ياخد معلوماتنا، إن احنا نعمل opt out، نطلع من الموضوع ده، ويا دار ما كان فيك شر ولا ايه. في ال 5G ما عندكش الاوبشن دي، معلوماتك متاخده. وايه، انا مش هدخل في التفاصيل لان هم اللي بيقولوا، فانا مجرد بترجم. You could conceivably say you lease the data on here you own. If you're getting Google services you don't own that data. But in the 5G world not only can you not opt out because it's built around the city, it's not in your phone anymore. ان انت ما تقدرش معلوماتك ما تتنشرش، لان هو الموضوع في 5G ما بقاش مجرد في التليفون. ال 5G هو الراجل ده بيحكي يعني انه 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 تركيبتها في حوالين العالم كده، حوالين السيتي نفسها، حوالين المدينه نفسها، مخترقه الفابريك بتاع المدينه. طب ده بيأثر في ايه؟ ما احنا هنفهم بقى، احنا نبحث بقى، ندور. وطبعا ملحوظة مهمة من اللي هو يعني بيحاول يفهم العالم الغربي ده، انا بحكي لكم الغرب بيقول ايه لبعضه. يقول انت بقى مش الخطورة مش مجرد ان انت ما تقدرش تنشر معلوماتك، انت الخطورة ان معلوماتك يابا انت مش عارف مين اللي واخدها. تمام. وكل معلوماتك ممكن تكون متراقبة من كل الناس من بعد 2022، يعني من 2022 كلنا بلا استثناء هنبقى لما مؤاخذة ايه متشافين. ده بيستو عن الكلام ده. وبرضو في اخبار تانية ورت ان الصين بدأت تتحكم في بدأت مش تتحكم تراقب المرض من خلال كاميرات مختلفة، ان الكاميرات اللي بتقيس الايه درجة الحرارة والحاجات دي، يعني المواطن بيبقى ماشي وكل حاجة ايه متقاسة. وعايزين برضو نوضح ونفكر نفسنا انه المرض الحالي يخاطب جهاز التنفس، مش جهاز مثلا ايه تناسلي مثلا، تبقى مصيبة تانية. نحن قاعدين في بيوتنا عشان جهاز التنفس، تخيل بقى لو في السكويت. طيب ندخل على الشق الاخر بتاع حالة ترامب النفسية. انا بقى عملت جوجل، كل اللي انا عملته انه كتبت في يوتيوب Congress questions Trump's mental health. الكونغرس الامريكي بيتساءل عن صحة ترامب النفسية. واليكم ابرز العناوين اللي ظهرت من CNN من حوالي سنتين. بيقول لك السايكايتريست كلمت الكونغرس عن حالته الذهنية، ودكتور درو كومنتد برضو، دكتور كرو من المنتل هيلنس عقب على صحته الصحية النفسية، واللو ميكرز اللي بيعملوا القوانين كلموا قبله مات with psychiatrists about Trump's mental health. ده الـ MSNBC من سنتين برضو بتقول أصحاب قرارات القانونية طبعا ما يقدرش يعمل القانون 100% لوحده، لازم يعني بيبقى فيه مؤسسات، أمريكا مؤسسات بتتعاون مع بعض عشان القانون يصدر، حتى لو هو جاي يعني في مثلا ديمقراطيين عايزين قانون معين هو اللي يمشي بيعمل له اللي اللي عشان القانون ده لا يمشي، ولكن لازم يكون بتصويت، لازم يكون طب ما انت يعني بدليل مادي قاهر. ما ينفعش كده يصحى من النوم يقول لك انا هعمل قرار كذا، يقدر يصحى من النوم يكتب على التويت تمام، لكن يعمل قرار كذا من يصحى من النوم لوحده منه لنفسه واسع شويه. So law makers قبلوا psychiatrists عن حالته النفسيه. ييل
برضو من الجامعات البرستيجيوس جدا في العالم، تساءلت عن حالة ترامب النفسية. وبعدين ده كان في من سنتين. واو، واضح ان في تأهيل لظهور اخبار عن حالة ترامب الذهنية بتحصل بقالها سنتين، لان كان في هجوم على الحالة دي من سنتين وبتطلع تاني اليومين دول. اليومين دول ظهر التاني في الاعلام الاجنبي، في MSNBC مورنينج جو ميا، وهو بيسأل ميا: يا مية، تفتكري الأيام اللي احنا فيها دي يعني مناسب ان ترامب يتكلم بالطريقة دي، ان الصحفي يقعد له في البيت الأبيض في الظروف القهرية ويتكلم معاه يسأله سؤالين ثلاثة وترامب يرد عليه يقول له don't be a cutie pie، ما تبقاش أمورة؟ ده حتى لما رد عليه رد عليه كأنه وصفه بالست. تفتكري ان ترامب مش عارفة ايه؟ فمية بتقعد يلف وياخده مع بعض كده في الكلام وتقول لك ده هم بيقولوا ان في البيت الابيض ما فيش استقرار، وبيقول لك برضو ان في البيت الابيض ترامب ما حدش عارف يسكته، لان هم يقول لك الكلمة من هنا ويخش ويسألوه سؤالين من هنا وما فيش فايدة فيهم، يعمل زي العيال الصغير ويقول لهم don't be a cutie pie. فأجين في ظهور تاني لحالة ترامب النفسية والذهنية بعد ما مضى. ده لسه ماضي كام تريليون، يعني مش فاهم. ما دكتور فوتشي كان بيقول لك ما يعني في عنوان تاني اليكم ابرز العناوين، عنوان تاني بيقول لك ايه؟ العلم فوق البتاع البتنجان، تمام. ما دكتور فوتشي خلى ترامب يمضي، واضح انه لسه مش كفايه. هنشوف صفحه بحاله اخبار كتير جدا عن حالته الصحيه الذهنيه من هنا لغايه يوم الايام. نرجع بالتاريخ بس لحظه واحده عن وينستون تشرشل. لما استأجين استخدامي لتاريخ رؤساء أمريكا، يا جماعة مهم جدا 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 جدا، صناعة الرئيس الأمريكي مهمة جدا، تفهموها، لازم تفهموها. وساعات كتيرة بقى إيه لما يطلع يعك يقول لك أصله يا ندم، يقول لك أصله عنده مرض نفسي، يقول لك أصله الله. هو مين بقى اللي وراك؟ طيب قال لك على تشرشل ان عنده bipolar disorder و battle with depression و darkest hour، وفي اوقاته الضلمه وحاجات كتير جدا عن حالته الصحيه. طب لما مؤاخذه يعني ادام انتوا كنتوا عمالين تقولوا ان الراجل عنده نفسيته بعافي، مسايبينه يقعد ليه؟ ما قال لك الامبيتشمنت. قال لك امبيتشمنت يعني ايه يا اولاد؟ الاحزاب الفتره اللي فاتت في امريكا كانت الحزب اللي مش عايز ترامب يقعد بيحاول يشيله ويحاول يطلعه، يا مختل يا عنصري، جابوا من كل حتة بالقانون وبالأدب وبالصح برضو، ما منتجوا كلامه وقال لك بص بيقول ايه معناه انه كذا، ومحدش عارف يشيله. ده يعني ايه؟ الراجل بيزنس. طب والناس هناك واقعيا كده همهم ايه بقى؟ انتوا فاكرين ان الامريكان عندهم رفاهية الوقت زينا وحرية التفكير والهري لمؤاخذة زينا، وبيقعدوا يسمعوا الاخبار ويتكلموا ويمنتجوها وينزلوا بالسخرية ويطلعوا على السوشيال ميديا ويقلعوا بعض بلابيس ويهروا؟ دول بيصحوا من الساعة 6 الصبح عشان يرجعوا الساعة 9 بالليل عشان خاطر في الويك اند يشربوا لهم الكاسين الحلوين ويغسلوا اللاندري عشان يشتغلوا في الطاحونة. تفتكر الشخص اللي شغال في الطاحونة مهما كانت مستوى رقي الطاحونة زي طاحونة اختي فور اكزامبل، من يعني ما شاء الله اعظم جامعة في امريكا، هل عندها رفاهية الوقت انها تقعد تقرأ؟ لا، القراءة دي للملوك في أمريكا، مش أي حد عنده الوقت إنه يقعد يقرأ ويفهم. وبيقلقوا من الشخصية اللي بتعرف تقرأ وتفهم، وإلا ما كانش درس العربي الساعة تبقى 50-60 دولار عشان خاطر جون يفهم لغة القرآن الكريم. طيب نخش بقى على إيه كمان. الفيديو ده طبعا السخرية دايما هي اللي بتكسب، وكان في أبريل 2018 عن الأوقات الكونفيوزنج، يعني في السي ان ان حتى طلعته عشان خاطر ايه يعني ما هو كل قناة أمريكية وليها ايه ناس. فالسي ان ان كان مطلعة بص الكونجرس وهو بيسأل مارك أسئلة مش عارف يسأل السؤال،
ومارك بيبص له كده يقول له انا مش فاهم سؤالك، اذا في سؤال. اسمع لقطة. I do not believe we have the right to do that. Do you have the ability? Senator, the data is in the system, so... Do you have the ability? Technically, I think someone could do that, but that would be a massive breach. So we would never do that. It would be a breach. Are you willing to change your business model in the interest of protecting individuals? تمام. هو إحدى الأسئلة الذكية actually, ولكن الكونغرس ده كان بيسأل السؤال على فكرة يا جماعة انا عايزه بس اوضح انا بحارب ايه. انا بستخدم الكاميرا وبستخدم اللسان، فبفهم شويه بس برضو في الحته دي كده، اللي هو ايه اللي بيستخدم الكاميرا واللسان بيستخدموه ازاي. بحارب التلاعب في الحته دي. انا ما عنديش مشاكل تقول المعلومه، بس ما تجيبهاش من الزاويه. انا بص زاويتي ايه بقى دلوقتي؟ زاويتي شعر وانثى ولابسه وصدرها مقفول ونص سريرها، وسريرها شكله الوانه مش منظمه، وسجادتها وفوق راسها ايه مارلين مونرو، واضح انها بتعبد مضلي. خلي بالك من الزوايا. المهم الكونجرس ده كان ساله هل لو ظهر في الفيسبوك معلومات عن اي رئيس سابق هتبقى معلومات كتيرة، يعني فجأة دفاتر سرية اتفتحت والمعلومات دي ظهرت، فقال له لا طبعا تبقى مش قانوني. فالراجل فالكونجرس حب ان اللقطة دي تكون متسجلة. يعني معنى كده ان لو اي حد نشر معلومات سرية عن اي رؤساء فاتوا على الفيسبوك تبقى ام بي، تبقى يبقى طيب. واحدة تانية بتسأله كونجرس تانية، والكونجرس انتوا عارفين دلوقتي ان في اتنين مسلمين فيه. انا مش honestly لسه ما شفتش ردودهم ايه في الاجواء الحاليه، to be honest يعني. سبحت مرت والله، سبحت بوب مارلي فين؟ والله ما اعرف حبيبي، انا مش عارفه ايه هتكون مني. كنت لابساها هنا وانا باخد شاور، يمكن هجيبها. بسم الله. كانت بتتكلم على البيزنس موديل بتاعته. اسمعوا. Have made and are continuing to make changes to reduce the amount of. Are you willing to change your business model in the interest of protecting individual privacy? هل عندك الاستعداد لتغيير البيزنس موديل، النظام التجاري بتاعك، عشان protect، يعني عشان خاطر تحمي معلومات المواطن؟ واضح ان مزاج كل شويه الناس تسأله، والناس مين الكونجرس كل شوية يسأله على يعني معلوماتنا أمننا، معلوماتنا أمننا، يا زاك انت بتلعب بالمعلومات وبتضرنا. يقول لك لا يا سيد الرئيس انا مش فاهم حاجة، انا غلبان، انا بس كنت عامل الصفحة دي عشان قال ايه فلان يقابل فلانة في الجامعة ويقعدوا مع بعض ديك وديكة ويعملوا النونو الحلو. احنا ما كانش قصدنا ان انا الموضوع يكبر ويبهوأ ويدخل في ارقام ويدخل في تجارة ويدخل حاليا في التعاون مع بيل جيتس. يا اختي انا مش قصدي، انا بدعب قاري، كنت اعمل حاجة صغيرة كبرت وبهوأت مني دخلتها في السياسة. لا انا مالي، الناس هم اللي بيتناولوها، انا مش قصدي بقى امسك الناس من ايديهم عشان حريتهم ان هم يتناولوا الموضوع ده. واحد والله مين اللي بيلعب في فيديوهاتي حاليا؟ الله اعلم. طيب وردها، رد عليها في منتهى الاحترام، بيقول لها انا مش فاهم قصد حضرتك ايه. يعني ايه اغير البيزنس بتاعي؟ يعني ايه بيزنس ببليارات اغيره عشان حقوق الناس في معلوماتها؟ انت قصدك ايه؟ ما يا كونجرس وومن افرشي ياما الملاي وقولي له قصدك. ما تقدرش تفرش الملايه غير لما تكون معاها دليل مادي على سوء استخدام المعلومات. طب الدليل المادي على سوء استخدام المعلومات فين؟ هو دلوقتي في معلومات، طب انت استخدمتها بطريقه سيئه ازاي؟ مين اللي معاه المعلومات دي؟ يا رب اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، لو حاجه حصلت لي انا اللهم بلغت. طيب كفايه ده، انشره حضراتكم ممكن تترغرغوا فيه. نخش بقى على ايه
الكيوتي الصغنون اللي دايما بيجي ويختفي ويجي ويختفي، وساعات بيعمل بايده كده على راسه، وساعات بيعمل حركات بايده، وناس كتيره تناولت من العالم الغربي تناولت استخدامه للغه الجسد. يعني طاقه الفوتشي اللي خدم 6 رؤساء امريكان قبل الرئيس ده، وعنوان المقطع Coronavirus outbreak, Dr. Anthony Fauci says the US will not have COVID-19 vaccine under a year. تعالى نشوف انه الكلام ده اتنشر في مارس 4 2020، بيقول ان هو الولايات المتحدة الامريكية مش هتكون عندها فاكسين لكوفيد 19 في اقل من سنة. خلينا بس ايه نسمع اللقطة كده. Which really comes from NIH itself and NIH funded investigators to be able to identify a pathogen and sequence it extraordinarily rapidly to allow us to do the things that I'll mention in a moment. But this goes back to fundamental basic research on molecular biology. All right, here we go. Very, very important key point. And طبعا لغة الخطاب في بي بي بلغة العلم صعبة جدا، فدايما بنزهق منها. هو وضح قوي قوي انه حسب الابحاث العلمية احنا ما قلنا ان احنا غير ان احنا نعمل البحث العلمي بالشفافية وبكل انواع قدراتنا، زي ما بيل جيتس كده كان بيقول من شوية، احنا لازم ندفع فلوس كتيرة في البحث العلمي. احنا في 2015 كان ممكن ندفع الفلوس الكتيرة دي في البحث العلمي عشان نجهز الفاكسين للوباء القادم. وكان بيروح يزور ترامب كل شوية، وترامب يقول له هو الفاكسين ده حاجة باد، فيقول له ده ديد اند، انت مش هتفهم انت في الفاكسينات. فاخيرا ترامب قال لك طب ماشي شوفوا العلم بيقول ايه، العلم بيقول لك الفاكسين، طب عايزين ايه تاني عشان الفاكسين؟ ما انا بندفع اهو، ولسه مطلع سفينة عشان تروح تحارب الفيروس المجهول. واخبار يعني ما الراجل بيدفع له، يعني مضى البل بقى اخيرا اهو، اقنعوه الدنيا مبهوقة لازم نطلع بالفاكسين. طب ما تطلع بالفاكسين، لا البحث العلمي لازم ياخد وقته. ده ما وقته يعني على حساب الناس اللي بتموت، ما هو حسب بقى احنا لازم ناخد الحالات والدي ان ايه والاتش ان ايه والار، يعني لازم ناخد حاله بحالات. اخر بحث علمي اكشلي صدر بيقول حاجه كده غريبه شويه عشان خاطر يعني نربط الصورة ببعضها، عشان أنا يعني كل ما بفتح بلاقي حاجة ضغطي بيروح، فأنا عايزاكم تشاركوني اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو فين يا بابا الريسيرش اللي بعتهولك؟ نيويورك تايمز، جريدة نيويورك تايمز كانت نشرة عن البحث العلمي، إنه خلي بالكو هلاقيها هنشرها تاني، خلي بالكم ممكن قوي يكون البني آدم ما تعافاش بعد ما تعافى. يعني ايه؟ جابوا 16 واحد من 16 حالة، لا لازم اجيب، جابوا انا شيرتها على الوول قبل ما انزل قبل ما اطلع مع حضراتكم، معلش اسمحوا لي ان انا هتأخر دقيقة اصل الاعداد اللي عندي كبير قوي، يعني كمية اعداد رهيبة مش شايفين قاعدين معايا ازاي. سيبوه بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما هم موجود في موجودين في الاوضه. سبحه بوب مارلي يا حبيبي الله يخليك، ابعت لي سبحه تانية عشان انا محتاجه سبح مختلفه من سبح بوب مارلي. يعني عارف السخريه لطيفه انا بحبها جدا، ممكن نكتشف مواهب بعض، ولما الازمه تعدي يعني نفهم بعض كويس ونستخدم المواهب لفايده نفسنا والمجتمع والبلد والماده وي وي. هاويفر سخريه في الشرف وفي الدين يعني تو بي اونست ربنا يرحمكم من يرحمكم حقيقي. يعني لا ما انا نفسي عمري ما بصيت لو عاهره جايالي يعني كده ما اقدرش احكم عليها. تمام ماشي. اللي هو النيويورك بوست قالت انه كورونا فيروس patients could still be contagious after symptoms resolve study. طيب الاستاذ دي احنا ممكن نفتح بقى فيها ونتكلم بلغه العلم، والموضوع هيبقى ايه ممل ممل ممل، وانا بحاول ان انا استخدم يعني كل حاجه عشان ما يبقاش ممل، لانه والله العظيم الموضوع ممل.
كعلم بقى وتفاصيل، لان انا نفسي لو ماي جاد ذير از انذر ريسيرش او هير وي جو اجين. ايام الجامعه لما كنت بقعد اعمل بحث علمي كنت بعيط بعيط. Alright, here we go. إنه البيشنت المريض من الفيروس ممكن يكون لسه يقدر ينقل المرض في خلال 8 أيام من بعد ظهور بعد ما يبقى appeared بعد ما ظهور إنه تعافى. وجابوا 16 مريض بحالات متوسطة وحاولوا ده according to the treatment center of PLA General Hospital in Beijing between January من يناير 28 ل بسم الله راحت فين النيله لفبراير 9 وقالوا كوت يعني ده الكلمه بكلمه the most significant finding from our study is that half of the patients kept shedding the virus even after resolution of their symptoms. The co-author Dr. Luke Sharma من ييل من جامعة ييل School of Medicine قالها في statement إنه اللي استنتجوه أهم حاجة من الحاجات اللي استنتجوها من البحث ده إن نص المرضى ممكن يطلعوا بعد ما يخفوا بعد فترة ما احنا قلنا ما هو قالوا لنا إيه بقى مش قالوا لنا إن فترة الحجر 14 يوم قالك لا واضح انه حتى لو الدكتور نفسه قالك انك تعافيت انك ممكن حتى لو الاعراض مش باين ده هم اللي بيقولوا على فكره انا بترجم حرف بحرف ان ممكن الاعراض تكون مش باينه لكن انت لسه مش متعافي وانك ممكن تعدي حد. طب هم ليه نشروا الكلام ده ونشروه امتى؟ نشروه يوم 30 مارس 2020 الساعه 11 الصبح. طب وقالوا ايه كمان عن نشر الكلام ده؟ بيقول لك الكلام ده احنا نشرينه لاهل القرار القانوني واهل القرار الطبي عشان ياخدوا اجراءاتهم المحتاجينها في الوقايه. يعني نقدر نقول انه في كلام عن الحجر وعن مده الحجر. والله اعلم. طيب اخر حاجه بقى معانا ايه بقى الليله دي؟ الليله دي في حاجه كمان كفايه بقى عليا كده. انا اظن ايه ريكاب كده الليله كلها هنتساءل او هنبحث ورقه وقلم يا ست الكل وخليكي معايا والله العظيم بتكلم بجد عشان تساعدوني في البحث. وناس كتير بتبعت لي شوفي ده شوفي ده شوفي ده يعني مش عارفه اشكركم على المجهود الجبار انه فجاه ما شاء الله لا قوه الا بالله المصريين بالذات لما بيحبوا الله العظيم معلمين لما يحبوا يعني ايه يحطوا حاجه في دماغهم ويعملوها بيعملوها. يقول لك طب احنا اليومين دول ايه اللي بيحصل؟ في كورونا وفي فيروس وفي الزم بيتك وانا ما زلت عند الزم بيتك وخد كل اجراءات الحجر. انا بعملها في ابويا ابويا ما بيحبش يطلعه من البيت ممكن يقعد في الشمس في البلكونه شويه وما حبوش يلمس حاجات. انا مش ناقصه الراجل منعته مش زي منعتي وانا ما شاء الله قدر رياضي هو مش رياضي يعني كمان يا ريت كان رياضي لا ده مش رياضي يعني يمكن اليومين دول يحببه في الرياضه بقى الصحه تاج مش حدش يعني واخد بالك. فاحنا كنا بنقول كده بقالنا سنين خلي بالكم الصحه 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 نفسك 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 نفسك. استغربوا من ادائي في التمارين في امريكا ليه؟ مش عارف. خلينا بس ايه نسال اخر حاجه بعد الريكاب انه النهارده عناوين الحلقه عن 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 بيل جيتس موقفه عن دكتور فوتشي عن فيسبوك نفسه عن تساؤلات الكونغرس الامريكي اللي كل الناس دي عن توقيت الانتخابات الامريكيه عن ظهور جدل على حاله ترامب النفسيه تاني وعن القرارات الاقتصاديه اللي اتخذت وعلى تويتات ترامب خلال الوقت وعن استخدام اللغة العربية واللغة المصرية واللغة العامية واستخدام لغة القرآن. فهقفل مع حضراتكم بسؤال عن اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم ودي آية من القرآن الكريم وأجين زي ما حضراتكم عارفين أنا بستخدم القرآن الكريم غير انه كتاب من السماء وغير انه كروحانية بيهديني بيستخدمه ساعات كمصدر تاريخي مصدر اجتماعي مصدر مش انا عارفه يعني انا لو عايز افهم الحب ازاي لو عايز افهم ازاي الرحمه والحب والحنان والفرق بين الحنان والنشوه الجنسيه والشغف الجنسي والفرق بين الافرازات اللي في المخ
عن بعد ما اخد الواحد يطبطب عليه وبعد المعاشره كذا ممكن افتح القران الكريم واخد منه مصدر علمي بحت. تمام. الجنين كمان المصادر العلميه البحت. شقه القمر دلوقتي ناسا عندنا في فلوريدا قالت فعلا القمر في الوقت الفلاني حصل فيه كذا كذا. الكتاب علمي يا جماعه والله العظيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. انا بتكلم دلوقتي على مش ايه قرانيه قد ما بتكلم على اللغه العربيه. كلمه افواههم اللي فهمته انه ان هي جمع فاه فم. لو انا كده كواحده لسه جديده في الدين وجديده في العربي بعايزه حل اقول يعني هو يعني كلمه بكلمه يعني نور عايزين مثلا نور ربنا او كلام ربنا او علم ربنا او قدره ربنا او نور الله. دي ممكن واسعه جدا للتحليل ونقدر كلنا عندنا حريه النقاش والبحث عن معنى كلمة نور الله. وعلماء كتير اختلفوا أو أنا بحب مصدر يكون مثلا الشعراوي والشعراوي مهم جدا وقراءتي الشخصية وعقلي وقلبي واستفتي قلبك في الآخر. تمام. ساعات بصلي بقول يا رب اديني بس وانا نايمة في حالة الانكيوبيشن عشان واحنا نايمين المعلومات بتتفسر اكتر. اشكر انا حريصة اكلم حضراتكم قبل ما تناموا عشان لما تصحوا الصبح ممكن يجي لك فكرة. يا رب يعني ايه نور لي فكري وانا نايم. وانا صحية طول الوقت. فالآية يعني او ربنا قال انه بافواههم يعني هم عايزين يغطوا حاجة بتاعت ربنا ببقهم بكلامهم بالكلام بالحاجة اللي انا بمارسها مع حضراتكم كل يوم. ما قالش بالعلم، ما قالش بالسلاح، ما قالش بالفلوس، ما قالش حاجة، قال لك بالكلام. ونحط تايم لاين كده، تايم لاين بس للإعلام الغربي وهو بيتناول الحاجة وسرعة تغيير أقواله. إما سام بي سي امبارح قالت حاجة، إما سام بي سي قالت حاجة، اللي هو أنا كماي أو أنا إنسان بقول انت قصدك ايه يا اعلام يا غربي. وده اللي انا نفسي حضراتكم تفهموه معايا، ان انا لو بوجه اي حاجه بوجهها للاعلام الغربي قصدك ايه، مش بوجهها لترامب ولا لبيل جيتس ولا 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 ولا، بوجه كلامي لصناع المعلومه والشاشه. انت قصدك ايه ان انت بتوريني الزاويه الصلاه ومارلو؟ قصدك ايه يا مخسيتي تعبودي مين؟ فهمينا بقى، ما انت هتجننينا. المنظر ده جاي كده بس سجادة الصلاة دي اللي جت بإرادتي. المنظر ده مش يعني مش بإرادتي الشخصية أوي. أنا لو هحط حاجة فوق مش هحطها ألوان. مش هحط ناس ولا هحط كلام ولا ولا ولا، عايزة أحط أي حاجة من الحاجات كده، عايزة مشهد مريح يعني نفسيا وطبيعة. alright بكرة إن شاء الله معادنا. أحاول أطلع بدري، أنا آسفة إني بطلع متأخر. متشكرة جدا على التعزية اللي خدتها، وانا عايزة اخد اكتر من كده، ان حضراتكم تركزوا مع اهاليكم، لان دي يمكن تكون فرصة، عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. يمكن فرصة الالتزام في المنزل هي فرصة إعادة الأسرة وإعادة ترابط الأسري وإعادة الحب والحنان والتفاهم. أنا نفسي بمر بيها من كتر قعدتي في البيت مع والدي، أو من كتر ما العيلة بدأت تقعد مع بعض أكتر بنفهم بعض أكتر، بنستكشف بعض أكتر. يمكن والدي يكون بيستكشفني كمان من أول وجديد. فأسيبكم إن شاء الله، وبكرة لو في أسئلة لو في اقتراحات لو 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 على راسي. تصبحوا على خير. ما بين المنطق وترجمة المشهد من الولايات المتحدة الأمريكية. سلام.